بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم ان شاء الله في الايمجينج اون ذا ميديا ستاينم، وزي ما انتوا عارفين برضو ده موضوع، يعني انا في رايي ان اوحش حتتين في الشيست هما الديفيوز لانج ديزيز والميديا ستاينم. فزي ما احنا متعودين هنحاول بقدر الامكان ان احنا نسلك احد المسالك السهله اللي هي ممكن تحل المشاكل في الميديستاينم بطريقة بسيطة. والمسلك ده هو هيعتمد على يعني بعض التقسيمات زي ما هنقسمها كده في الديفيوز لانج ديزيز والفوكال لانج ديزيز. فاحنا هنقسم الميديستاينم برضو بطريقة ان شاء الله تكون سهلة. هيتبقى في الاخر خالص هيتبقى حاجة يعني جراي زون كده ما بين اللانج وما بين الميديستاينم، هقول لك تحلها ازاي، اللي هو الليجن اللي انت مش عارف اساسا ده ميديستاينال باثولوجي ولا بالمونري بارينكيمال باثولوجي، وبالتالي ما انتش قادر تاخد ديسيجن في الموضوع ده. فهقول لك تتصرف ازاي، هتلاقي الموضوع ان شاء الله سهل. الاول دولت صورتين اوف ميديستاينال باثولوجي، واحده شيست اكس راي واحده سي تي، و يعني اعتبر ده اختبار ليك، تفتكر ايه اللي انت شايفه هنا وايه اللي انت شايفه هنا، وبعد لما نخلص هسألك نفس السؤال تاني، قول ايه اللي انت شايفه هنا وايه اللي انت شايفه هنا. السي تي ميديستاينال ماس، الاكس راي ميديستاينال ماس برضه، ما هو على طيب. طيب اي حد يقول اي تشخيص وبعدين يصير خير. اللي فوق لينفوما واللي تحت لينفوما برضو. طيب اللي فوق لينفوما واللي نيوروجينيك تيومر. طيب ممتاز، خلاص انسى بقى الموضوع ده وتعالى ايه نبتدي القضية وبعدين نشوف هنعمل ايه. الميديستاينال ليجنز بصفة عامة معظمهم ما بيعملش مشاكل جامدة، بالذات لو كانوا اوف بناين نيتشر، يعني هتلاقي الميديستاينال باثولوجي اكتشف بالصدفة نتيجة اي فحص لأي حاجة تانية. ومع ذلك بعض الليجنز اللي لما تكون كبيرة بتعمل سيمتومز، ومن ضمنها السيمتومز ديت بتبقى ناتجة عن الكمبريشن او ميديستاينال ستراكشرز، زي compression of the esophagus يعمل dysphagia، compression of the trachea ممكن يعمل كحة، compression of the veins يعمل venous contraction، و compression of the recurrent laryngeal nerve أو the spinal cord ممكن يعمل paralysis. الفرق ما بين ال benign lesions وال malignant lesions في الميديستاينم سهل، ما هوش صعب قوي. إذا احنا اعتمدنا على كريتيريا معينة هنقولها دلوقتي، فده المكتوب في الكتب ان البناين ليجنز ما بتعملش اوبستراكشن في معظم الاحيان، زي مثلا العيان ده عنده فات كتير في الميديستاينم اللي احنا بنسميه ميديستاينال لايبوماتوزس، والمالجنت ليجنز زي البرونكوجينيك دي اللي هي انفيدنج ذا ميديستاينم ممكن تقفل التراكية وممكن تقفل او تدوس على الاقل على السبيرمينيكيم. احد المعولات او المعوقات الاساسيه في التشخيص هي ان انت ما بتبقاش عارف اساسا ان ده ميديستاينال باثولوجي. ف ايه اللي يخليك لما تبص على الشيست اكس راي او السي تي تقول ان ده غالبا ميديستاينال ما هواش لانج، وعشان كده هتسيبك من سكه اللانج كلها اللي هو الديفيوز والفوكال وتمشي في سكه الميديستاينال اللي احنا نقولها دلوقتي. ف دي كلام مكتوب في الكتب ممكن تاخد بيه وممكن ما تاخدش بيه. اول واحد فيهم ان المين بالك اوف ذا ليجن از ان ذا ميديستاين. طب والميديستاينم دي موجوده فين؟ الميديستاينم از ا ميد لاين ستراكشر، يعني موجوده في نص الشيست بالظبط. فلو كانت المين بالك اوف ذا تيومر از ان ذا ميد لاين يو كان اسيوم ان ده هو ميديستاينال باثولوجي. زي الماس دي، يعني سي ا فيري بيج ماس هنا هوت ورا الاسترنم على طول دايسه على الاورطه والميديا
الانتستينال فيسلز وكل الماس متوسطنه في الميد لاين. يبقى دلوقتي ممكن تقول ان انت بتتعامل مع ميدياستينال ستراكشر وبعدين تبتدي في التقسيم. Lesions arising from the mediastinum structures. ايه الحاجات اللي موجوده في الميدياستينم؟ الفيسلز اللي هم البلموناري والاورطه والانومينيت فينز والتراكيه والاسافجس. يبقى لما ليجن يطلع من الاسافجس يبقى ميدياستينال باثولوجي، لما ليجن يطلع من التراكيه يبقى نفس الحكايه، لما ليجن يطلع من الاورطه زي الانيوريزم ده انيوريزم او ده اسندنج اورطه. يو ريمبر ده الاسندنج اورطه وده الديسندنج اورطه، والحته دي فيها السبير بنكيفا، ودي المسافه ما بين الاسندنج والديسندنج اللي هي اللي احنا سميناها الاورتيك ويند. يبقى احسن حاجتين على الاطلاق ان الليجن طالع من الميديستينال اورجن، والحاجة التانية ان هو يكون the main bulk of the lesion is in the midline. الحاجة التالتة ودي ضعيفة جدا اللي هي ان ال obtuse angle of the interface with the mediastinal border. يعني لو انت جيت على lesion زي ده كده في البلين اكس راي وبعدين شفت الزاوية بتاعته مع الميديستينم ولقيتها acute، هما بيقولوا كده ما تبقاش mediastinal، لو لقيتها obtuse تبقى mediastinal. وفي قاعدة تانية هما الاثنين أضعف من بعض اللي هي the contact between the lesion and the mediastinum. يعني لو كان في lesion زي كده لازق في الميديستينم مسافة قد إيه؟ لو كانت المسافة دي أكتر من 5 سنتي فبتعتبر إن this lesion is most likely a mediastinal structure. لكن بالرغم من كل القواعد دهيت في الآخر خالص هتيجي وقت you can never say ان ده هوت mediastinal structure mediastinal lesion ولا lung lesion. طيب طبعا assessment of the mediastinum هنا لو انت لاحظت ان احنا تقريبا ما جبناش سيرة الـ MR إلا في وقت بسيط جدا، لأن الـ MR في اللانج ما هوش ليه دور جامد، وكله كان بيعتمد على الـ staging of bronchogenic carcinoma إذا كانت هي invading the chest wall ولا الميدياستاين. لكن الـ MR هنا في الميدياستاينم ليه دور. فإيه هو دور الـ CT وإيه هو دور الـ MR؟ وتلاحظ إن الـ X-ray تقريبا دورها يكاد يكون منعدم. فده دور الـ CT نمرة واحد، ان هو بيوري لك ماسز مش متشافه في الاكس راي، ودي حقيقه. انت ممكن تعمل اكس راي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اهلا اهلا. كلنا عارفين انك انت ممكن تعمل chest x-ray ما تشوفش الميديستينال باثولوجي وما تعرفش ان هو موجود الا لما تعمل CT، وبعدين CT يقدر يفرق ما بين cystic structures و solid structures. CT بيوري كالسيوم within the lesion، ووجود الكالسيوم في lesion في غاية الأهمية في التشخيص. CT ممكن يفرق ما بين الفاسكولار واللي مش فاسكولار ليجنز عن طريق حقن الصبغه، فتقدر تقول ان ده الاورطه وان دي ماس ملهاش دعوه بالفاسلز. ان هو ممكن يوري لك انفيجن اوف ذا ادجيسنت ستراكشرز. ديت مميزات السي تي. وانا في رايي ان اقوى حاجه بالنسبه للسي تي هي رقم 3، ان هو كان ديتكت كالسيوم وذين ذا ليجن، ودي من الحاجات المهمه جدا في التشخيص. يعني ريمبر الصوره ديت بتاعت الموزه والاناتومي. This is the aortic arch, and this is the superior vena cava, the trachea, and the esophagus. وانا قلت لك اي حاجه غير دولت هتبقى باثولوجي مش هتبقى اناتومي. يعني الحاجات الرصاصي اللي انا بشاور عليها دلوقتي this is not anatomy ولكنه باثولوجي اللي احنا هنتفاهم فيه دلوقتي. ايه فائده الـ MR؟ بيقول لك لما يكون السي تي مش قادر يفصل في الموضوع، هوري لك حالات زي كده ان السي تي مش قادر يفصل في الموضوع. وان هو بيأسس the vascular invasion من غير ما تحقن صبغه.
وده مهم في الناس اللي عندها رياكشن تو كونتراست ميديا، وانت مش هتقدر تحقنه صبغه لحسن يموت، فممكن تعمل له ام ار then you can see the vessels كلهم من غير حقن الصبغه، and this is the pulmonary artery الثمانيه اللي بالهندي، وده الاسندنج اورطه descending اورطه and the subarachnoid. دي من الاماكن الكويسه جدا بالنسبه للام ار عن السي تي، اللي هي invasion of the spine and invasion of the spinal cord. الام ار زي ما وريت لك المره اللي فاتت كان ديفرنشيت ما بين السيستيك والسوليد ليجنز، ودي حاجه سهله زي السي تي. كان ديفرنشيت بتوين كونسوليديشن اند ماسز زي في العيان ده اللي كان عنده برونكوجينيك كارسينوما وابستراكتيف اتيليكتسز، وفي التي 2 ويتد ايمج البرونكوجينيك كارسينوما ما تحتوي على ووتر اقل، وبالتالي مش هتبقى في نفس درجه بياض الاتيليكتسز. وبعدين يقدر يفرق ما بين التيومر ريكيرنس والبوست اوبراتيف فايبروزس على نفس الطريقه، وبعدين ما يقدرش يشوف الكالسيوم، لان دي شغلانه الايه، شغلانه السي تي. دي ان اكزامبل اوف ان ايكوفوكال فايندنج بالنسبه للسي تي. ده سي تي العيان عنده ماس ان اوت ان ذا بوستيريور ميديستاين، و زي ما هنقول في التفاصيل بعد شوية إن الماس دي بما إن هي posteriorly located فهتبقى neurogenic tumor أو حاجة زي كده زي ما هنقول دلوقتي في ال... لكن ال MRI of the same case ورالك إن الماس ده هي بيضة في ال T1 عليك السلام وبيضة في ال T2، يعني معنى كده إن هي contains hemorrhage. يبقى في الآخر خالص this was a hemorrhagic cyst وما كانش نيورجيك تيومر ولا حاجه، هيموراجيك سيست ان ذا بوستيريور ميديستاين. ده يعني سيتويشن ضعيف جدا جدا بالنسبه لاستخدامات الام ار في الموضوع. بعد كده بقى لما تيجي تشتغل على الميديستاينم، كل الناس ماشيين على تقسيمه معينه واحنا برضو هنمشي عليها، ان في حاجه اسمها انتيريور ميديستاينم وميدل ميديستاينم وبوستيريور ميديستاينم. والميدل ميديستاينم هي الحته اللي anterior to the heart and the great vessels من اول suprasternal notch لحد لما تنزل للدايفرام، والposterior mediastinum هي اللي ورا الهارت من اول برضو من فوق لحد لما توصل للدايفرام، and the middle mediastinum هي اللي فيها الهارت والجريت vessels. هنتفق على قاعده دلوقتي ان كل mediastinum من دولت من الثلاثه هيكون فيها سيست وهرنيا وليمف نودز، دول حاجات ثابته في كل ميدياستاين، من كل ميدياستاين فيها سيست وفيها هرنيا وفيها ليمف نود، بالاضافه الى بعض الليجنز الثانيه اللي هي سبيسيفيك تو ايتش ميدياستاين. في الانتيري ميدياستاينم عندنا سيست اسمه بلورو بريكارديال سيست، وعندنا هرنيا اسمها ذا هرنيا او مورجاجني، وعندنا ليمف نودز اللي هم مترصصين هنا وهنقول اساميهم بالتفصيل الممل. In the middle mediastinum عندنا سيست اسمه ايه؟ برونكوجينيك سيست، وعندنا هيرنيا اسمها ايه؟ هايتس هيرنيا، وعندنا ليمف نودز هنجيب سيرتها. في البوستير ميديستاينم عندنا سيست اسمه ايه؟ السوفيجيال دوبليكيشن سيست، وفي واحد تاني اسمه نيورو انتريك سيست، بس ده يعني أو ممكن نجيب سيرته مفيش مشكلة. والهرنيا اللي هنا اسمها هرنيا أبو جدلك، وبعدين شوية ليمف نوت. تيجي بقى الأول نتكلم على الميدياستاينال سيست إيه هما اللي إحنا جبنا سيرتهم دولت، إن هاو كان يو ديسكريمينيت السيست من بقية الحاجات التانية. كلنا عارفين إن البناين سيست التلاتة اللي إحنا قلناهم دولت البناين سيست، كل بناين سيست بيتميز بكريتيريا معينة اللي هي نمرة واحد بيبر ثين وول، نمرة اتنين كلير ووتر كونتنت، نمرة تلاتة مفيش أربع حاجات نو سبتيشن نو كالسيفيكيشن نو ميورال نوديول نو انهانسمنت. هو ده الكريتيريا اوف سيمبل بناين سيست، حاجتين بوزيتيف وأربعة نيجاتيف، كلير ووتر كونتنت، بيبر ثين وول، مفيش كالسيوم، مفيش سبتيشن، مفيش ميورال موديول، مفيش انهانسمنت.
كلنا عارفين زي ما انا قلت لك قبل كده، لما تلاقي لو افترضنا انك انت تهيأ لك ان ده سيست ان ذا ميديستاينم، لكن هنا هو there is a wall thickness، there is a soft tissue او multiple soft tissues او non uniform mural thickening، وده معناها ان this is a solid lesion. وانا قلت لك مهما كان حجم السيستيك كومبوننت ومهما كان حجم السوليد كومبوننت، فاي حاجه فيها الاثنين تعتبر صالح، علشان ده مهم جدا بالنسبة لنا. فالسيست is a smooth sharply defined lesion contains homogeneous water content، الدنسيتي بتاعته بتتراوح ما بين 0 إلى 20 هاونز فيلد يونت. في بقى ما في زي ما أنا قلت لك كده، ما فيش enhancement، ما فيش solid component، ما فيش mural nodule. بعض الميديستاينال سيست مسموح إن هي يكون فيها كالسيوم، ومسموح إن هي يكون فيها سيبتيشنز، وتفضل زي ما هي برضو سيمبل بناين سيست زي ما هنشوف. هنبتدي الاول بالسيست بتاع الانتيري الميديستاينم اللي هو اسمه ذا بلورو بريكارديال سيست، وده معروف بالمكان بتاعه ان هو دايما دايما تقريبا in most of the cases is located at the الحته ديت اللي هي اسمها the cardiophrenic angle. السيست في السي تي هيبقى كونتينينج ووتر، وزي ما احنا اتفقنا مسموح فيه بان هو يكون فيه سبتيشنز هو وبقيه اخواته التانيين، وان ممكن يكون فيه ميورال كالسيفيكيشن في نفس الوقت. مفيش انهانسمنت، مفيش ميورال نوديولز. And this is the X-ray of a pleuropericardial cyst. دي مش الإكس-ري، ده السكانوجرام بتاع السي تي في عيان عنده 19 سنة، و شفت انت الليجن ده مش باين كويس، لكن هنا هو you see this lesion اللي هو at the cardiophrenic angle. اي حد هيقول ايه؟ مش هيقول هايلايتد، هيقول هايلايتد. هيقول هايلايتد ليه؟ لان انا قلت لك ان الكرة الوحيدة اللي مليانة مية في اللنج هي الهايلايتد سيست، ولكن this lesion is not in the lung. هتقول لي وانا ايه اللي عرفت؟ صح كده؟ هتقول لي وانا ايه اللي عرفت؟ فاحنا الليجن ده سهل قوي انك انت تعرف ان هو مش في اللنج. ليه؟ عشان الكومبريشن اوف ذا لنج، زي الامبايما اللي انا وريتها لك امبارح. فلما تلاقي ان هو ذا لنج از فلاتند او كومبريسد زي ما انت شايف كده، then you know that this lesion is not in the lung parenchyma, it is outside compressing the lung. وبعدين تيجي انت بقى هتستخدم هنا كتير جدا موضوع الكومن. انا لو في ليجن موجود at the cardiophrenic angle، يعني في هذا المكان اللي هو الحته بتاعت المكان التقاء الهارت مع الدايفرام، and you know ان this site is specific للبلورو بريكارديال سيست وما هوش specific للهايداتد سيست، صح؟ الهايداتد سيست كان اوكير في اي مكان، فانت بتستخدم هنا ذا كومن. يعني انا لو لقيت سيست في الحته ديت كل مره اشخصه ان هو بلورو بريكارديال سيست، حتى لو طلع في الاخر خالص ان هو ايه؟ ان هو هايداتد سيست، لان انا بشخص دلوقتي by the location and the common appearance of this particular cyst. دي حالة تانية وفيها ميزة كويسة جدا للبلورو بريكارديال سيست مش موجودة في الهايداتد سيست، ان هو بياخد شكل الميديستاينال بوردر. يعني تلاقي السيست ده containing مية، وبما ان هو is located in the mediastinum it is not in the lung، فمحكوم بحدود معينة، فبيضطر ان هو ياخد شكل البوردر اللي جنبيه. ودي احد الحاجات اللي بتقول لك ان this is a pleuropericardial cyst ما هواش hydatid cyst. And the pleuropericardial cyst في MRI، MR ميزته بقى ان هو بيسهل لك الموضوع شوية. ليه؟ لانك انت you see this cyst and you see the fat in the mediastinum surrounding the cyst، then you know that this cyst is outside the lung. دي سهلة جدا في الـ MR. In the cyst in the T1 لونه اسود، in the T2 لونه ابيض. وانا اعتقد ان كلكم شايفين ان this cyst is outside the lung parenchyma. تيجي للتاني بقى اللي هو the bronchogenic cyst.
مثلا البلينكس راي دهيت معمل لك سهم كده وبيقول لك في ليجن هنا، يعني يو دونت نو الليجن ده في اللنج ولا في الميديستاينم، الليجن ده سيستيك ولا سوليد، كل الكلام دوت محتاج السي تي علشان تقدر تفرق ما بينه. And this is the CT of the same case. And you know that this lesion is cystic. كويس؟ عليكم السلام. وكون ان الليجن دوت معظمه is located within the mediastinum، يعني تقريبا كل الليجن موجود within the mediastinal structures او معظمه موجود towards the midline، then you know that this lesion، يعني انت لما تسأل نفسك سؤال لو كان دوت hydatid cyst وطالع في اللونج، ايه اللي يخليه يدفس نفسه كده ما بين الهارت والاورطه؟ ليه؟ مالوش دعوه، يعني مفيش حاجه تجبره ان هو يتزنق الزنقه دي، هو يكبر براحته بره في اللونج ويعمل اللي هو عاوزه. وبالتالي لما يكون في المناظر دي بتحس ان السيست ده مضطر يعمل كده لانه موجود في حدود معينه اللي هي حدود الميديستاين. يبقى اذا يو نو ذات ذيس از ميديستاينال سيست، ما هواش بالمونري بارينكيمال سيست. Then you start to locate the site. لو كان السيست موجود عند الكارديوفرينيك انجل، then you know that this is a pleuropericardial cyst. لو كان موجود في اي حته تانيه فهو برونكوجينيك سيست. بالرغم من ان البرونكوجينيك سيست غالبا بيبقى موجود عند التراكيال بايفوركيشن، لكن ممكن يبقى موجود في اي مكان تاني في الميدياستاين. فالسيست دولت زي ما انا كاتب كده ار يوجوالي اسيمتوماتيك، موجودين near to the carina، بيبوظ لو هو هيكبر كده لبره، دايما يروح towards the right side of the midline زي بالظبط التيراتودرمويد سيست اللي احنا هنتكلم عليه بعد شويه. And the CT shows the typical criteria of simple cyst اللي احنا قلناها، وساعات ممكن في هواء يدخل جوه السيست ده بس مفيش داعي ان احنا نلخبط نفسنا فيه. وانا قلت لك ان الكالسيوم والسبتيشن مسموح بيهم في الميديستاينال سيستس. دي الصوره اللي انا وريتها لك في الاول خالص واللي انت قلت عليها لمفوما. And this is a cystic lesion located exactly in the mediastinum. Then you know that this is a bronchogenic cyst. حد مش مقتنع ان ده cystic structure؟ قول انا عارفك. مقتنع ولا مش مقتنع؟ مقتنع. طيب الدنسيتي بتاعته يعني how can you know ان ده ميه مش solid؟ ليه compare by the muscles؟ يعني المسلز هي الريفرنس بتاعنا في السوليد ستراكشرز، وما اقل من ذلك غالبا بيكون ميه، واللي زي كده او اعلى بيكون سوليد. And this lesion is exactly in the midline، يعني متوسطا متسنتر كويس قوي في النص بالظبط. يبقى انت مش محتاج تقول ان ده لانج ولا ميديستاينم، this is mediastinal lesion. And being a cyst in the mediastinum وما هواش عند الكارديوفرينيك انجل يبقى ايه؟ برونكوجينيك سيست. And you remember السيست ده by plain x-ray وبالسي تي، ودي صورته by MRI T2 weighted image، and you can see the presence of the cyst within the mediastinum and its high fluid content في T2 weighted image. تيجي لسيست زي ده، مقتنعين ان ده سيست ولا لا؟ اوكي. This cyst in the plain x-ray، ده البلين اكس راي بتاعته، وهو هنا هو في القاعده الغريبه اللي انا قلت لك عليها اللي هو contact with the mediastinal border اكتر من 5 سم. كويس، بس ده زي ما انا قلت لك دي قاعده ضعيفه جدا ما لهاش اي قيمه. تيجي هنا هو تبص على السيست ده، انت لو بصيت عليه كده تقول ده pulmonary ولا mediastinal؟ فين الناس المشاغبين بتوع الصبح؟ قول براحتك عشان نتفاهم في الموضوع. لانج ولا مش لانج؟ بص القاعدة اللي أنا قلت لك عليها دي لطيفة على فكرة. أن هو المولموناري ليجن ملوش دعوة بالميديستاين. خلاص؟ يعني لما يكون في لانج ليجن وهو سيست وهو بناين وهو سوفت،
ايه اللي هيخليه يخش في الميديا ستايم؟ ليه؟ ماله هو مال الحته دي؟ الحته دي معزوله تماما، يعني في بلورا وفي بوردرز وفي كل حاجه، ايه اللي يخليه يدفس نفسه ورا السفير بنكيبه؟ مفيش حاجه صح؟ يبقى اذا وانس انك انت يو سي سيستك ليجن ودارس نفسه كده، مثلا لو هي برونكوجينيك ماشي، البرونكوجينيك المالجنانت تيومر ليست بتقف في وشه اي حواجز، بيروح داخل على الميديا ستاينم وانفيجن وكلام كده، لكن السيست ويتش از بناين ملوش دعوه بالحكايه دي، يكبر بره في المنطقه الثانيه. وانس يو سي ذس سيست ان هافينج ميديا ستاينال كومبوننت ولو كان صغير، يبقى معنى كده ان هو اساسا في الميديستاينم وبيحاول يرفس ويلاقي نفسه سكه علشان ينمو فيه. اني ريمبر ده كان حطيته لك في الهايدايتد سيست، بس هو اساسا البرونكوجينيك سيست، هما الاثنين شبه بعض. هو ده بعد لما شالوه، اللي هو السيست ده الموجود ات كارديفرينيك انجل، ونفس القاعده انك انت يو سي ذيس سيستيك ليجن دارس نفسه كده اهوت. اسمها دارس نفسه ولا دازز نفسه؟ دازز صح؟ كويس. جوه الميديستاينم then you know that this is a simple cyst in the mediastinum being at the cardiophrenic angle، يبقى pericardial this is a bronchogenic cyst، it is not at the cardiophrenic angle، the cardiophrenic angle هنا anteriorly located. اوكي، تيجي بقى لتالت واحد فيهم اللي هو الاسوفيجيال دوبليكيشن سيست. This cyst بالنسبة للاثنين التانيين يعتبر rare، يعني الاسوفيجيال دوبليكيشن سيست يعتبر rare بالنسبة للاثنين التانيين، وفي نفس الوقت برضو asymptomatic. ودي نقطة مهمة ان this cyst being اسوفيجيال دوبليكيشن يعني ليه علاقة بالاسوفيجس. ف لو انت بصيت على الشيست ده وفي بيريوم سوالو وبعدين يسي ديس ليجن، الليجن دوت سيست ولا سوليد؟ ما نعرفش بلين اكس راي ما نعرفش. اند هيز لوكيتد ان ذا بوستيريور ميديستاين صح كده؟ لوكيتد ان ذا بوستيريور ميديستاين، وانا قلت لك ان الاوسوفجيال دوبليكيشن سيست هو السيست بتاع البوستيريور ميديستاين. اذا if you know that this is a cystic lesion and is intimately related to the esophagus then you know ان ده هو ايه اسوفجيال دوبليكيشن سيست. هتعرف ازاي؟ لازم تعمل سي تي. ده بلين اكس راي بيريوم سوالو برضو، وده الاسوفجس نزل كده 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 ودخل في الاستومك، وبعدين يسي هنا هوت ليجن كده وفي اير فلويد ليفل كافيتي. ايوه كافيتي، ما خليك ماشي الله يهديك على القواعد اللي انا قلتها لك. كافيتي والاير فلويد ليفل اللي فيه مستقيم يبقى ايه؟ يبقى ابسس. انت ما بتذاكروش ولا ايه؟ طيب ابسس دوت لوكيتد اكزاكتلي او اولموست اكزاكتلي ان ذا ميد لاين، يبقى ايه؟ ميدياستاينال ابسس صح ولا ايه؟ كويس. ميدياستاينال ابسس ممكن يبقى موجود والدنيا كده تبقى جميلة جدا حواليه والاوسفجس ماشي كده ولا obstructed ولا في inflammatory reaction ولا حاجة، صعب جدا صعب جدا. فاحنا كنا متعودين دايما اول ما نلاقي حاجة فيها air fluid level والسيمتومز بتاعت العيان مش قوية جدا، فنقول ده ما ينفعش يكون mediastinal abscess. mediastinal abscess دي حاجة مش سهلة، فكنا نقول ده هيتس هيرنيا وبعدين بقت انكارسريتد فبقى فيها اير فلويد ليفل، او نقول ان ده هو اسوفجيال دوبليكيشن سيست وتسرب اليه الهواء من مكان ما. بس احنا في غنى عن هذا ان يسي هنا هو سيستيك ليجن ذات از لوكيتد ان ذا بوستيريور ميدياستاينم، وزي ما انت شايف والله القاعده دي مش بطال، ان يسي ذيس ليجن is دافس نفسه within the mediastinum وليه كومبوننت طالع على الناحيه الثانيه. And you know ان ده الاورطه وان الاسوفجس جنبه في حته ما هنا، بس you don't see بسبب وجود هذا الليج. او ان this is the esophagus واللي هو في بقعه الهواء دي اهي شايفها. اذا this lesion is cystic in the posterior mediastinum intimately related to the esophagus
then you are dealing with a an esophageal duplication cyst. ايه الفرق بين الاسوفجيال دوبليكيشن والنيورو انتريك؟ ان النيورو انتريك بيكون معاه فيرتبرال انوماليز وهيميد فيرتبرا وسباينال ديستروفيزم وحاجات زي كده، وبيكون معاه برضه سيست ان ذا بوستيريور ميديستاين. تيجي بقى للهرني. لا البروكوجينيك سيست ممكن يبقى ريليتد تو ذا تراكيه او تو ذا برونكاي، واحنا هنتفق دلوقتي يا جماعه ان البلورو بريكارديال سيست موجود عند الانتيرير كارديوفرينيك انجل، الاوسوفجيال دوبليكيشن سيست لازق في الاوسوفجس، اي سيست تاني في الميدياستاينم يبقى برونكوجينيك. خلاص مالكش دعوه هو موجود فين، عند الكارينه، فوق الكارينه، تحت الكارينه، فوق وتحت، كل دوت يبقى برونكوجينيك سيستم. طالما هو مش في المكان بتاع الاثنين التانيين يبقى برونكوجينيك سيستم. خلاص؟ طيب نيجي بقى للايه؟ للهيرمي. الاسوفجيال دوبليكيشن سيستم هي في وقت معين، في وقت معين ما تعرفش تفرق الاثنين من بعض، يعني تيجي انت تبص على الصوره فتقول لي ده برونكوجينيك يروح كاتب لك اسوفجيال دوبليكيشن والعكس. فاحنا في الحاجات الكلير كات وي كان سي، في الحاجات اللي هي كده ممكن تقول بقى ده ممكن يكون برونكوجينيك او يكون اسوفجيال دوبليكيشن سيستم. يعني السيست اللي انا وريته لك دلوقتي از ان اسوفجيال دوبليكيشن سيست، لانه في البوستيريور ميدياستاينم انتيميتلي ريليتد تو ذا اسوفجس وكل الكلام ده. لا 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 مفيش كونكشن، هو بس الجايز يكون الابثيليال لايننج او كده، لكن هو المكان هو اللي بيحدد الـ الاسم بتاع الليجن. فالبلورو بريكارديال ما بيتلخبطش في الاثنين التانيين لان مكانه ثابت، الاثنين التانيين في وقت ممكن يتلخبطوا ما بين بعض. لو كان كلير كات واحد عند الكارينه والتاني لازق في الاسوفجس من ورا خلاص، لو كان لا وهو ليكال كونتينيويشن من فوق ومن تحت قول ان ذيس از بناين ميدياستاينال سيست، ممكن يكون برونكوجينيك وممكن يكون اسوفجيال دوبليكيشن سيست. اوكي نعم. السايمك سيست برضو من الحاجات المعروفه اللي بنتكلم عليه مع السايمكس، لكن ما هوش في نفس درجه يعني الفريكونسي اللي بيبان بيها بقيه السيست الثانيه. انا كنت زمان حاطه معاهم بس بعد كده استبعدته من القضيه عشان ما نعملش برجله جامده جدا فيه. طيب يبقى عندنا ثلاث انواع من الهرنيا، هرنيا ان انفيريور ميدياستاينم اللي هي المورجاجني، وهرنيا ان بوستيريور ميدياستاينم اللي هي البوكداليك، والهايتس هرنيا اللي هي موجوده ان ميدل ميدياستاينم. طبعا تشخيص الهرنيا من الحاجات السهله جدا لو كان في سي تي او كان في بيريوم ستادس، لكن هم غالبا في الامتحانات بيكونوا جايبين الفيلم من غير حاجه، يعني بيكون اكس راي او تشست وانت تقعد بقى تنجم في الموضوع. لان this is the scanogram of a CT scan of the chest and the abdomen، وهنا هو ان you can see the barium filled structures موجودين in the right hemithorax، وفي السي تي الحاجات كلها موجوده ان anterior component بتاع ال chest anterior to the liver، معناها ان this is hernia of Morgani. ده واحد تاني عنده ال باول لوبس طالعه في ال chest، والسي تي ورى لك ان معظمها is located posteriorly and this is the hernia of Bogdalek. This is an example of hiatus hernia. ده الاورطه وادي الاسوفجس which is يعني الاسوفجس وحته من الاستومك، and you see the air content and the part of the stomach representing hiatal hernia. And this is also hiatus hernia which is seen posterior to the heart
وهنا اهوت في اللاترال فيو ان يو كان سي هير وذين ذا هيرنيا اند ذس از ذا ستومك ويتش از هيرنييتنج بيسايد ذا اورتا ان ذا اند ذا تشيست. المقصود من كده ان تشخيص الهيرنيا ما هوش حاجه صعبه سواء بالبلين اكس راي او بالبريوم او بال بسيتي وساعات بالام ار مفيش مشكله. نيجي بقى لتالت كومبوننت المشترك ما بين الثلاثه مدياستينم ويتش از الليمف نود. الليمف نود زي ما انتم عارفين موجودين في 9 اماكن في الشيست اللي هم اللي مترصصين هنا هو دولت كده اللي هم ذا ريتروسترنال بري فاسكولار ريترو كيفل وهكذا. فاحنا هنشوف دلوقتي الاماكن كل ثلاثه مع بعض في الصور اللي احنا عاملينها. And you remember the anatomy, this is the aortic arch وده هو الايه؟ the superior vena. الثلاث حاجات الأولانية اللي هم the retrosternal and the prevascular and the retrocaval. retrosternum يعني ورا الاسترنال وساعات بيسموهم the internal memory groups of lymph nodes. فهتلاقي مجموعة هنا اهوت ناحية ال internal memory الناحية دي ومجموعة تانية هنا ناحية ال internal memory الناحية التانية. the prevascular lymph nodes هم اللي مترصصين against the arch of the aorta. يعني هتلاقي كور او تلاقي كره كبيره anterior او انترو lateral to the arch of the aorta. and the retrocaval lymph nodes هم الليمف نودز posterior to the superior vena cava اللي هم اللي موجودين هنا وبعض الناس بيسموهم right paratracheal lymph node. بس ده الاسم الاصح يعني اللي هو retrocaval lymph node. يبقى دولت الثلاث مجموعات الاولانيين. نيجي للثلاثه التانيين اللي هما ده أورتيك ويندو وكارينال وساب كارينال. ده الأسندنج أورتا وده السوبيريور فينا كيفا وده الديسندنج أورتا والحتة ديت هي الأورتيك ويندو. الأورتيك ويندو فيها هذه المجموعة أوف ليمف نودز اللي هي اسمها ذا أورتيك ويندو ليمف نودز. ده وان أوف ذا فيسلز أوف ذا أورتيك أرش ولكنه جه في الحتة ديت نتيجة الديسبليسمنت باي ذا ليمف نود باثولوجي. يبقى ده أول واحد فيهم اللي هو ذا أورتيك ويندو ليمف نود. بعد كده ده كارينا الليمف نودز اللي هم حوالين التراكيال بايفوركيشن سواء قدام او ورا او تحت. يعني بيبقى فيه هنا اهوت مجموعه اسمها بري كارينال وفي هنا مجموعه ثانيه اسمها ريترو كارينال وفي مجموعه ثالثه لابسه ما بين البايفوركيشن اوف ذا تراكيا اسمها ذا سب كارينال او ذا كارينال ليمف نودز. يبقى دولت الثلاث مجموعات اللي احنا قلنا عليهم اورتيك ويندو وبعدين بري كارينال او ممكن تقول عليهم كارينال وذا سب كارينال ليمف نودز. بعد كده الثلاثه اللي بعد كده اللي هم ذا هايلر ليمف نودز اللي هم موجودين وبيسموهم برونكو بالمونري ليمف نودز زي كده وزي كده. وبعدين ذا زيجو اوسوفاجيال ليمف نودز اللي هم ذا ليمف نودز ريليتد تو ذا اوسوفاجس. ادي الاوسوفاجس اهو ودولت هم موجودين هنا. وبعدين اخر واحده فيهم اسمها ذا سيركم كاردياك ليمف نودز اللي هي بتبقى شيت كده اهو تخين جدا سراوندنج ذا كاردياك شادو. اند ذيس سيركم كاردياك ليمف نودز كل الكتب بتعتبرها باثوجنومونيك للون هوتشك ليمفوم. يعني وانس يو كان سي ذيس يو كان سي سيفلي ان ديت نون هوتشك ليمفوم. يبقى احنا عندنا 9 جروبس اوف ليمف نودز موجودين في الميديستاينم اللي هم ذا ريتروسترنال ذا بري فاسكولار ذا ريترو كيفل اورتيك ويندو كارينال سب كارينال هايلر زيجو اوسوفجيال اند سيركم كاردياك ليمف نودز. نعم كارديوفرينيك بس هي مالهاش دعوه بالدايفرام خالص. هي يوجوالي تكون انتيريور يعني ما بينها وما بين الشيست زي ده انا وريت لك بالظبط كده. وده يعني معظم الناس مجمعين على كده ان وانس يو سي ذيس جروب اوف ليمف نودز يو نو ذات ذيس نوت نون هوتشكين ليمفوما. تيجي بقى لتشخيص الليمف نودز وديت تقريبا يعني احسن حاجه البلين اكس راي بيعملها في الميدياستاينم اللي هو ان هو يشوف ميدياستاينال ليمف نود. ان طبعا انت فاكر الصور دي لما وريت لك الهايلم هو كبير وقلت لك تعمل لاترال فتلاقي اكسترا دنسيتي موجوده على الهايلم فتعرف ان في ليمف نود
او ما تلاقيش حاجه خالص، فتعرف ان دولت كانوا فاسكولار استراكشرز. في السي تي ده اناتوميك الليمف نودز بتتشخص by the presence of masses at the anatomic location of the lymph node. يعني ايه اللي يخليني اقول ان ده هي lymph node ما هياش سايموس، انها soft tissue mass موجوده at the anterior at the anatomic location of the lymph node. And the MRI ادي القرش وده اورطه، وادي التراكيه، وادي الاسوفجس، وده الانومينيت فين الشمال جاي كده يتحد مع الانومينيت فين اليمين عشان يعمل السوبير بينيكيفال، and this is a retrocaval lymph node. ايه اللي خلاني اقول كده؟ ان ديت ماس at the anatomic location of a well known group of lymph node. طيب انت لقيت lymph node in the mediastinum وعرفت ان هي lymph node وعاوز تعرف ايه الباثولوجي اللي موجود فيه. كل الناس عارفين تقريبا ان الليمف نود باثولوجي اكتر حاجه على الاطلاق بتتشاف في الميديستاين، يعني كومبيرد لبقيه التيومرز الثانيه وكده. فعندنا بعض الكريتيريا اللي هي ممكن تساعدك في التشخيص. الاول طبعا يو نو ذا اناتومي في الحته ديت، ذس از ذا قرش وذا اورطه اند ذس از ذا سوبير فينيكيفا، ودولت هم الريتروسترنال ليمف نودز، وده ذا ريتروكيفال ليمف نود، ودولت ذا بري كارينال ليمف نود، وده هو اورب الهايلم. الليمف نودز ممكن تبقى نتيجه الموجوده في الميديستاينم، ممكن تكون نتيجه تيومرز برايمري ان ذا ليمف نودز او سكندري او انفكشن او ليمفويد هايبربليزيا زي الكاسلمان ديزيز وبعض الحاجات الثانيه. ازاي تفرق ما بينهم؟ ديت زي ما انا كاتب هنا اهوت كده the general rules، يعني بعض الحاجات اللي انت ممكن تاخد بيها. nodes with necrotic center يعني فيها areas of breakdown ممكن تكون inflammatory وممكن تكون metastatic، دولت الاثنين هما اللي بيعملوا nodes with necrotic center. bulky lymph nodes كتل ضخمه كده then you are suspecting lymphoma. calcification في lymph nodes اكتر حاجه TB وممكن الساركويد زي ما قلنا، وممكن طبعا النوموكونيوزس تعمل نفس الحكايه. كالسيوم از رير عند مالجنانت هايبرسينام، كالسيوم از رير ان ميتاستاتيك ليمف نود انليس ان هي جايه من الكوندروساركوما او الايه الاوستيوساركوما. طيب جاي عليكم السلام. لما تيجي تبص هنا and this is one of the internal memory او retrosternal lymph nodes وفيها areas of breakdown، ودولت multiple lymph nodes موجودين في الميديستاينم وفيهم areas of breakdown، لكن البريكداون اللي هنا مختلف عن البريكداون اللي هنا. الليمف نود الانفلاماتري بتبقى شبه الابسس بالظبط، يعني النكروسس اللي جواها بيبقى منتظم والانهانسمنت اللي براها بيبقى منتظم، لكن النودز اللي مالجنت بيكون النكروزس اللي جواها irregular والمارجنال انهانسمنت اللي فيها برضو ايه irregular. And whenever you see calcium زي دوت كده within this retrocaval lymph nodes then you are suspecting inflammation especially الايه TB. And if you see bulky lymph nodes زي كده كتل من الليمف نودز that are amalgamated مع بعض زي هنا وزي هنا then you know that you are dealing with lymphoma. هنا مثلا يعني you see a big mass in the upper lobe، واحنا قلنا ان mass في اللنج معناها bronchogenic carcinoma until proved otherwise، وعندك هنا اهوت lymph node ورا السبير فينيكيفا، وعندك جايز يكون اتنين lymph nodes صغيرين هنا. then you know بما ان انت شايف المالجنسي ديت ان you know that these nodes are metastatic lymph nodes، بالرغم من انك انت ممكن تقول اصل النكروزس اللي هنا منتظم والمارجن منتظمه يبقى ده انفلاماتري، اقول لك لا، لانك انت يو سي ايه ده مالجنسي المسؤوله عن هذا. And this is an example of tuberculous lymphadenopathy، ادي السوبير فينيكيفا وادي السوبير فينيكيفا، and you see a bulky lymph node which contains calcium then you know that these lymph nodes are inflammatory، ورقم واحد في هذه الانفلاماتري هو التي بي. تيجي بقى يبقى انت عندك قواعد عامه هتمشي عليها،
ليمف نودز فيها كالسيوم انفلاماتوري، ليمف نودز هوموجينس وبلقي ليمفوم، ليمف نودز فيها نيكروتيك سنتر تشوف السنتر ده منتظم والمارجن انهانسمنت منتظم تبقى انفكشن، السنتر مش منتظم او المارجنال انهانسمنت مش منتظم تبقى مالجنسي. اف يو سي ذا مالجنت ليجن قصادك يبقى تعرف ان دولت ايه، ده ميتاستاتيك نودز. تيجي بقى السيتويشنز اللي هي ما فيهاش حاجه معروفه، عملت سي تي اوف ذا تشيست ولقيت ميدياستاينال ليمف نودز والعيان دوت مش معروف ان هو عنده اكسترا ثوراسيك ليجن، يعني مش معروف ان هو عنده مالجنسي بره التشيست، علشان تقول ان هو ده ميتاستاتيك ليمف نودز. احنا اتفقنا لما تلاقي ميدياستاينال ليمف ادينوباثي وهم هوموجينس وما فهمش ارياز اوف بريك داون، فانت ما بين حاجه من اتنين، يا اما ايه ليمفوما يا اما ساركويد، يا اما ليمفوما يا اما ساركويد. طيب ازاي تفرق ما بين الاثنين؟ الشيب الليمف نودز في الليمفوما ار بالكي امالجاميتد، الليمف نودز في الساركويد ار ديسكريت اند متنطورين كده، الليمف نودز في الليمفوما هوموجينس وفي الساركويد هوموجينس، الليمف نودز في الليمفوما ما معهاش بالمونري بارينكيمال تشينجز، الليمف نودز في الساركويد يوجوالي معاها بالمونري بارينكيمال تشينجز. فانت يبقى اذا التشخيص بالنسبه لك في الوضع دوت هيبقى واحد من الاثنين دول، يا اما ان هو يكون ساركويد يا اما ان هو يكون ليمفوما. لو انت قادر ترجح واحد عن الاثنين سيفلي ان يسي ذات في التقرير، لو انت مش قادر ما تكتبش، تقول ليمفادينوباثي فور ليمف نود بايوبسي. لو انا بصيت على الليمف نودز ديت كده ان يسي منظرهم، تقول ده ليمفوما ولا ساركويد؟ ساركويد. كويس. And if you look carefully in the lung window اللي انا موريه لك دلوقتي, you can see fine reticulations زي كده, and you can see small pulmonary nodules. Then this presentation is more likely to be a sarcoid. And you remember this case اللي هي بتاعت السركويد اللي انا وريتها لك بتاعت الليمف نودز قبل كده. And you see lymph nodes in the hilum, lymph nodes in the hilum, lymph nodes in the CT, and some reticulations in the lung window, then you are dealing with sarcoid. الاحتمال الثاني ان انت في lymph nodes in the mediastinum وفي العيان معروف ان هو عنده ليمفوما او معروف ان هو عنده primary malignancy outside the chest. Then هيبقى التشخيص ايه؟ متاستاسيس. ما هو ده. فده مثلا عيان عنده 44 سنه وعنده ثايرويد كانسر، يبقى اذا الليمف نود اللي انت شايفها هنا دي ورا السوبيريور فينا كيفا عباره عن ايه؟ متاستاتيك. والليمف نود اللي انت شايفها هنا في الهايلم دي عباره عن ايه؟ متاستاتيك. والليمف نود اللي هي سب كارينال ديت ايه؟ متاستاتيك. امال ايه الاير برونكوجرام معرفش ايه دوت اللي انت شايفه؟ And this is بالظبط كده compression atelectasis by these lymph nodes على الايه؟ على البرونكس. ده عيان اللي تحت ده عنده 50 سنه ومعروف ان هو عنده هوجكن ديزيز، يبقى اللي انت شايفه هنا هو دوت في الهايلم سنتر ده على البرونكس هو عباره عن ايه؟ lymph node بتاعت الليمفوما. ديت lymph node بتاعت الليمفوما ودي lymph node بتاعت الليمفوما. طيب ده عيان او عيانه عنده ايه؟ ليمف نودز هنا وليمف نود هنا ورا السوبر فينا كيفا وليمف نودز في الهايلم وليمف نودز ورا الليفت اتريوم زيجو اسوفجيال وفوكال ليجنز في الليفر. خير ان شاء الله. متاستاسيس. نعم. يس اند يو سي ذا بريست ماس وديت بقى ال this is the breast mass and you see the ulcerated skin. This is the primary malignancy. ودولت كلهم عبارة عن متاسلات. يبقى النون دوت extra thoracic malignancy أو الليمفوما ممكن يبقى متشاف في الفيلم. يعني البرايمري مالجنسي ممكن يبقى متشاف في الفيلم وانت عليك انك انت تلحظ وجوده. And the most common lesion هو اللي بيبقى متشاف في الفيلم هو البريست. فزي الحالة اللي أنا وريتها لكم قبل كده.
And this is a breast cancer where metastatic lymphadenopathy where liver deposits. Then you see this is a female patient 30 سنة وعندها هنا هو bulky mediastinal lymph nodes. And the vessels are seen floating within the lymph node mass, with yet one of the characters, where in the lymph nodes are homogeneous, lymph nodes do not contain calcium, and then you are dealing with a case of lymphoma. And this is the reconstructed image where you can see the lymphomatous masses. طيب. يبقى احنا دلوقتي خدنا قواعد عامة للymph nodes. وخدنا specific situations للليمفو نودز اللي هي انك انت مش عارف ان العيان عنده primary malignancy ولا لينفوما ولقيت lymphadenopathy فانت عندك يا اما لينفوما يا اما sarcoid وتحاول تفصل ما بين الاثنين. عارف ان العيان عنده لينفوما او عارف انه عنده primary malignancy يبقى اللي موجود ده تبع اللي موجود عنده خارج خارج الشاست. خلاص؟ طيب نيجي بقى العيانين اللي عندهم focal lung lesion وعنده mediastinal lymph nodes. العيانين اللي عندها focal lung lesion وعنده mediastinal lymph nodes. ايه هم ال focal lung lesions اللي احنا قلنا عليهم؟ ايوه يا نوديول يا ماس يا كافيتي يا ايه؟ يا باتش. يا باتش صح كده؟ طيب هنشوف بقى في الفوكال لانج ليجنز دوت عيانه عندها 53 سنه وعندها ديس فوكال لانج ليجن اللي هو ايه؟ اي في ام ماس ولا نوديول ولا اي في ام؟ طيب ايوه مظبوط. الماس اكتر من 3 سنتي وانت بقى ونظرك هل دي 3 سنتي ولا لا؟ لكن this lesion has an irregular outline أو speculated margin then you may assume. هتقول لي أمال إيه الـ vessels اللي رايحة جاية دولت من الـ من الـ من الـ hilum للليجن؟ ها؟ بالظبط. الفيصل يا جماعة في الموضوع إن الـ vascular medical لازم يكون أكبر من أي حاجة تانية موجودة في الشيست. لان ده فيه الهيمودايناميكس اللي فيه عاليه جدا وبالتالي الفيدنج ارتري شود بي دايليتد والدريننج فين شود بي دايليتد. لكن مش هيبقوا شبه الفيسل اللي جنبهم ده ولا شبه ده ولا شبه ده ولا شبه ده. صح كده؟ and by chance it happened ان this tumor كان راكب على واحد من الاثنين دولت او على الاثنين مع بعض. then you see mediastinal lymph nodes ديت ريترو كيفل aortic window و subcarinal و right hilum. صح كده؟ لما these are metastatic lymph nodes. الحاجات اللي هي الفوكل اللي احنا قلنا عليهم اللي هم التبركلوما والهامرتوما والكارسينوما والديبوزيت والاي في ام والهيداتيسيست. الحاجات اللي هيبقى معاها ميديستاينال ليمفادينوباثي هم الاثنين دول اللي هم البرونكوجينيك كارسينوما والميتاستاتيك ديبوزيت. فانت ممكن تلاقي كور ان ذا لانج يعني متاستاسيس وليمف نودز برضه في الميدياستاينم يعني متاستاسيس. او تلاقي ماس ان ذا لانج which is the primary lesion وتلاقي معاها ليمف نودز يعني المتاستاسيس بتاعتها. التشخيص هنا ذا لانج كانسر ويز ميدياستاينال ليمفادينوباثي. هنا في ليجن ان ذا لانج بيز موجود فين؟ ان ذا بوستيف سيجمنت اوف ذا رايت لور لوب. اند ذير از اي نود هنا اهوت موجوده posterior to the superior vena cava وكذلك الهايلم اللي هنا كبير. يبقى اذا هذا الليجن is a malignant lesion with metastatic ipsilateral metastatic lymphadenopathy في الهايلم وفي الايه الريتروكيفال اريا. طيب ايه الحاجات اللي في الديفيوز لانج ديزيز ممكن يكون معاها ليمف نودز؟ السركويد الليمفانجايتس كارسيوماتوزا السيليكا ممكن طبعا نوموكونيوزس ممكن يكون معاها الفيولر سيل كارسينوما ممكن يكون معاها لينفانجيولاي ومايوماتوزس ممكن يكون معاها لينف نود. نشوف and in the reticular lesions the sarcoid and the lymphangitis carcinomatosa هما الحاجات اللي ممكن يكون معاهم metastatic lymph nodes. And you remember this case, أو ما أعرفش أنت شفتها قبل كده ولا لأ, and this is in case of sarcoid, where في reticulations in the lung,
وفي ميدياستاينال ليمف نودز بري فاسكولار اند ريترو كيفل. في الحاجات اللي هي الفيولر، الالفيولر سيل كارسينوما ممكن يكون معاها ميتاستاتيك ليمف ادينوبثي. الحاجات اللي فيها نوديولز ميلياري النوموكونيوزس بيكون معاها ليمف نودز وكاركترستيكالي بيكون فيها كالسيوم. الحاجات السيستيك اللي هي الليمفوسيتيك نمونيا، الحاجات اللي فيها ليمف، ليمفوسيتيك نمونيا وليمفانجيو لايو مايو ماتوزيس، كل الحاجات دهيت ممكن يكون معاها ميدياستاينال ليمف ادينوبثي. دي في ميل عندها 37 سنة وعندها اللي انت شايفه، ايه اللي انت شايفه؟ ريتروكيفال وبري فاسكولار سبكارينال وهايلر على الناحيتين، ايه التشخيص؟ لينفادينوباسي فور ايفالويشن ولا ساركويد على طول ولا ليمفوما على طول؟ شوف اللانج ويندو، مفيش لانج ويندو يعني بالعند، يعني دولت مش امبريسيف اوف ساركويد. وانا شايف ان الليمف نودز ديت بمنظرها ده ساركويد. هو الدكتور انا شايف الساركويد عندك ما عادش ما عادش فيه اللي هو الابيرنس ده اي حاجه، اي نيف نود. انا يعني في يوم من الايام عيان بريزنتنج واحده ست هي وعندها بورتا هيباتس ليمف نود وفي حته غتيته جدا وجنب البورتا الفين وصعبه صعبه يعني، ودخلت فيها خدت البيوبسي والست كانت هتموت لان جالها بعد البيوبسي هيمورج جامد جدا من البورتال فين وبقت شقط على طول، واتعمل لها بلاد ترانسفيوجن واستدعوا الراجل الجراح عشان يفتحها لان لازم في فاسكولار ستراكشر اتقطع في السكه. والحمد لله يعني تاني يوم وقف النزيف من غير ما تتفتح وحالتها استقرت وكده وطلعت البيوبسي سكرت، عشان كده مش قادر انسى البتاع ده. بس انا رايي انك انت لو برقت في هذه اللي والله الاكزيلا مش باينه، لكن ده البريست يعني على الناحيتين. لكن بص على الليمف نودز دي اللي هم الحته دي بالذات اللي هنا اللي في الهايلم واللي هنا والحته ديت، انا شخصيا اول ما بشوف دول كده بقول عليهم ساركويد على طول يعني، وهم في مصر مسميني انا بتاع الساركويد، كل لما يقولوا له اعرضوا دي عليه يقول لك هيقول لك ساركويد وخلاص. نعم لا لا صعب جدا دي، ان ده يطلع لفوما، هيطلع لفوما ازاي بايه؟ ما حدش هيعرف ياخد من دولت ليمف نود بايوبسي صح؟ طيب فما علينا احنا عشان بس ما تبقاش انت واقع نفسك في متاهه، قول ان ميدياستاينال ليمف ادينوباثي فور بايو فور ليمف نود بايوبس. اوكي فور ليمف نود بايوبس. طيب يبقى احنا دلوقتي خلصنا الحاجات الكومن في كل ميدياستاينم اللي هم اي ميدياستاينم لازم يكون فيها سيست وهيكون فيها هيرنيا وهيكون فيها ليمف نود، وقلنا ان السيست في الانتيري ميديستاينم هو البلورو بريكارديال، وفي الميدل ميديستاينم هو البرونكوجينيك سيست، وفي البوستير ميديستاينم هو الاسوفيجيال دوبليكيشن سيست. وعرفنا ازاي نفرق ما بينهم واخترعنا النهارده قاعده مش بطاله اللي هي whenever you see the cyst دافس نفسه في الميديستاينم تعرف ان هو from ميديستاينال اوريجن، وتحاول تفرق ما بين البلورو بريكارديال which has a constant site والاثنين التانيين ممكن ما تعرفش تفرق ما بينهم، لكن اذا لقيت السيست لازق في الاسوفاجس يبقى ده اسوفيجيال دوبليكيشن والتاني يبقى برونكوجين. الهرنيا اللي قدام مورجاجني، اللي ورا بوجداليك، اللي في النص ضيقت السيرم. الليمف نودز اللي قدام اللي هم في الانتيري ميديستاينم اللي هم ورا الاسترنم اللي هم ريتروسترنم او انترنال ميموري والبري فاسكولار والريترو كيفل. الليمف نودز اللي في النص اللي هم الكارينال وسب كارينال والاورتو بالمونري والهايلا، كل دولت يعتبروا في النص.
الليمف نودز اللي ورا هم بس الايه الزايدو اسوفجيال ليمف نودز. And you consider the circumcardial lymph nodes one of the nodes in the anterior mediastinum. And circumcardial lymph nodes are characteristic of non-Hodgkin lymphoma. خلاص كده؟ نيجي بقى دلوقتي لكل mediastinum ايه الحاجات الإضافية على التلاتة اللي كانوا موجودين. الـ anterior mediastinum فيها تلاتة lesions تانيين كلهم بيبتدوا بحرف T. اللي هم ايه؟ thymus, thyroid, teratodermoid. خلاص يبقى الليمفوما احنا فصلناها خلاص طلعناها مع الحاجات اللي هي ثابته في كل الميديستاين. يعني في الليمفوما ممكن تحصل انتير ميديستاين, ممكن تحصل ميدل ميديستاين, ممكن تحصل بوستير ميديستاين. فيبقى ثلاثة بحرف الت اللي هما الثايموس والثايرويد والتيراتوديرمويد. تبتدي بأسهل واحد فيهم اللي هو ذا ثايرويد. والثايرويد لوحدها ملهاش دعوة, لكن لما تبقى في الميديستاينوم اللي هو ذا ريتروسترنال اكستنشن اوف جويتر. في البلين اكس راي أشهر علامة وأقوى علامة للثايرويد هي ديفيشن اوف ذا تراكي. على حسب اللوب الكبر, يعني مثلا هنا راحت ناحيه الشمال نتيجه ان الرايت لوب هو الكبير. ففي قاعده ذهبيه بتقول ما فيش حاجه بتزق التراكيه الا الثايرويد, يعني الليمف نودز ما بتعملش كده وبقيه الحاجات الثانيه ما بتعملش كده. لكن ما فيش مانع طبعا يحصل استثناءات لهذه القواعد. المهم انك انت في السي تي بالذات لو كان عندك بقى مالتي ديتكتور سي تي ده تعمل ساجيتال ريكونستراكشن ان يو كان سي ذا ثايرويد اكستندنج انتو ذا سوبير ميديستاينم, او في الكورونال ان يو كان سي ذا ثايرويد اكستندنج انتو ذا سوبير ميديستاينم. وهنا اهوت لو انت لقيت ماس زي دي كده ان ذا انتيريور ميديستاينم اند ذن يو جو باك لحد لما توصل بيها للثايرويد, ذن ذيس ماس شود بي اوف ثايرويد اورج زي ما عملنا في الحاله بتاعت امبارح. Characteristically, thyroid masses are strongly enhancing. They may contain calcium. They show heterogeneous density. اللي هو النودولار جويتر اللي احنا عارفين. لكن there should be a connection between this lesion and the thyroid. وما ينفعش خالص تشخص retrosternal thyroid إلا لما يكون الاسترنال موجود والثيرويد وراه. خلاص؟ دي قاعدة مهمة جدا عشان أي حد بيشوف الثيرويد كده في السوبراسترنال نوتش يقول لك ده retrosternal which is not. يا إما في الأكسيال you see the sternum and the thyroid tissue وراه, يا إما في السجيتال إن you can see the thyroid tissue extending into the chest أو في الإيه في الكورون. Then if you look to this lesion and this is the thyroid which is enlarged and this is the continuation of the thyroid, can you say that this is the retrosternal extension? No, no, there is no sternum here. Unless you see the sternum كده and the thyroid tissue posterior to the sternum, then this is the retrosternal extension. لكن هذا المنظر لا. This thyroid is in the suprasternal notch. It deviates to the trachea وكل حاجة, لكن there is no retrosternal extension. لكن هنا في retrosternal extension. Whenever you see the sternum and the thyroid tissue posterior to the sternum. Then if you look here, this thyroid is involved both lobes, ولكن الشمال أكتر من اليمين. And then, would you say that this is the retrosternal extension? No. Unless you see the sternum and you see the thyroid tissue posterior to the sternum and also here, and this is the retrosternal extension of the thyroid. ولو انت اتسألت كده في الحتة دي بس, then you should have the rest of the images up لحد لما توصل بالليجن ده إلى الثيرويد, أو تلاقي فيه مفيش علاقة ما بينه, تلاقي فيه سكشن فاضي وبعدين الثيرويد ابتدت تبان فتعرف ان ده ما هواش تابع الايه الثيرويد. طيب كل الكتب بتقول انك انت في الغالب ما بتعرفش تفرق ما بين البناين ثيرويد نوديولز والمالجنانت نوديولز الا اذا والا اذا دي مش كتير قوي. لكن لو كان في الريجولاريتي اوف ذا بوردرز, لو كان في انفيجن اوف ذا سراوند ستراكشرز يعني كسرت العظم اللي جنبها, او لو كان في اسوشيتد ميديستاينال ليمفادينوباثي اللي هي ذا مالجنانت كاركترز اللي ممكن تستعين بيها,
And would you say that this thyroid is extending retrosternally? Yes, and you see the sternum and you see the thyroid posterior to the sternum. Okay. نيجي لتاني واحد اللي هو the thymus. والثايمس زي ما انتوا عارفين عليها خناقة، اللي هو هل الثايمس تقعد لحد سنتين ولا 8 ولا مش عارف 15 ولا كام نورمالي وبعدين تانفوليوت. فده السي تي العادي الاورتيك ارش والسفير فينيكيفا والتراكية والاسافجس، يعني you cannot see اي حاجة ما بين الاورتيك ارش والاسترنم الا الليجمنت اللي هو بيبقى موجود هنا وشوية فات، لأن ده مكان الثايمس قبل ما تنفوليوت. تقعد قد إيه بقى الثايمس عقبال ما تنفوليوت؟ الجسم يعني في البداية تقعد عامل بعد عامل تسوي الانفوليوشن دي تقعد طيب. ترجع ثانية ده فين؟ ده في ليبيا ولا إيه؟ يا راجل الكتب تختفي بعد سنتين وبعدين لا. ترجع؟ لا اتوضف مش تختفي، هي تنمو لحد سنتين اتوضف اللون بتاعها بعدين من 7 سنين ترجع ممكن الارجنت يعني نورمال مش الارجنت من يعني لحد يعني 12 سنة وبعدين خلاص تبدأ اوكي هذا الكتب يعني سنتين تبقى موجودة في الأشعة ولا لا؟ اي شوفها وسبع سنين شوفها و 12 سنة آخر حاجة نشوفها تبدأ السايز يعني امتى ما نشوفها بكل في الأشعة صح بكل دي امتى؟ يا عموما الدكتور طيب بعد 7 سنين طيب هي مفيش كلام ثابت في الكتب، ناس قال لك لحد سنتين وناس 8 وناس 12 وناس 21، يعني قال لك اخر كلام للسايمس عشان تبقى موجوده في الفيلم 21 سنه، بعد كده ما تشوفش ريحتها في الفيلم، اما لو شفتها يبقى باثولوجي خلاص؟ يبقى في الاطلس اه لحد 21 سنه، بس طبعا الكلام ده بيعتمد على الناس اللي هي هتمتحنك، في ناس عندهم مثلا في بلدهم بيشوف السايمس لحد سنتين وفي ما بيشوفهاش خالص وهكذا، فده اللي موجود في الكتاب. المهم The normal appearance of the thymus بتبقى عاملة زي السيل أو زي شراع المركب أو زي التمانية اللي بالهندي، وهي intimately related to the arch of the aorta. And sometimes you can see the thymus extending into the root of the neck which is normal. Normal variant إن الثايمس ده مكانها إن anterior mediastinum ساعات كده تبقى كبيرة ومزقلطة شوية فتطلع in the root of the neck. طيب اكتر حاجه بتأفكت الثايمس هما حاجتين اللي هما الثايموما والثايميك ليمفوما. والثايمولايبوما از رير ليجن، ساعات تشوفه ساعات ما تشوفوش. انا شخصيا ما شفتوش ولا مره ان ذا كلينيكال براكتس، يعني شفت ثايمولايبوما في الكتب لكن ما شفتش ولا مره في حياتي ثايميك لايبوما او ثايمولايبوما في البراكتس. ولو حد عنده حاله او شاف حاله انت شفت والله ريفرنس طيب كويس عندك الحاله ديت؟ لا والله وين راح؟ كل يمشي اوكي. then ثايموما ده الايدج انسيدنس بتاعه اللي هو من 40 ل 60 سنه، الستات قد الرجاله. ليجن ان ذا ميديستاينم 30% بيبقى مالجنت، وزي ما انتم عارفين مفيش في الكتب حاجه اسمها مالجنت ثايموما لكن في حاجه اسمها انفيسيف ثايموما. وهم بيقول لك برضو انك انت لما تشيل الثايمس وتوديها المعمل في التحاليل يعني ما يقدرش يقول لك اذا كانت ديت مالجنت ولا بناين، يعني ايفن بالهيستولوجي. فاحنا بنعتمد على ذا انفيسيف كاركتر اوف ذا ليجن. الليجن شبك باللي هنا واللي هنا واللي هنا، يبقى انفيسيف يعني ناحيه المالجنت. Benign and malignant lesions cannot be differentiated even histologically. و 35% من اللي عندهم ثايموما عندهم مايسينيا جريفيس، و 15% من اللي عندهم مايسينيا جريفيس عندهم بنكتشف عندهم ثايموما. لما تبص هنا على الشيست اكس راي دوت ايه رايك فيه؟ كويس. فوق ولا تحت؟ فوق فوق ولا تحت؟ فوق فوق
فوق في اللاترال اهو، او ده الهارت وده الليجن. الليجن از لوكيتد ان ذا انتيريور ميديستاينم، فهو واحد من الثلاثه اللي عليهم ت. الاولاني ممكن تستبعده تماما طالما في مسافه ما بين الابر بوردر اوف ذا ريجن اند ذا ثايرويد. طالما في حته فاضيه يبقى دوت ملوش دعوه بالثايرويد، يبقى هو واحد من الاثنين التانيين، يا يعني اما يكون تيراتودرمويد يا اما ان هو يكون ثايمون. التيراتودرمويد زي ما انت عارف معتمد على وجود الفات والكالسيوم، اما الثاني هو اللي هيتبقى. And this is the lesion, a big mass with central areas of necrosis. متسنتر في وسط الميد لاين بالظبط زي ما احنا اتفقنا. And this is a thymoma. Another case of thymoma في عيان عنده 16 سنه. And they see a big mass اللي هي الموجوده هنا in the mid line posterior to the sternum at the anatomic site of the thymus. And then you can diagnose thymoma. وده واحد عنده 70 سنه وعنده this mass وده بقيتها هنا وده بقيتها هنا. And this is also سايمون. لو انت شايف كده، and this is a soft tissue mass في واحد طفل صغير موجوده in this area. Can you say this is the normal thymus ولا this thymus is infiltrated by pathology؟ لا مش فاكر ده عمره قد ايه، بس هم كاتبين في الكتب يقول لك الثايمس في النيو بورن يبقى البوردرز بتاعتها كونفكس لبره، كل لما يكبر بتبقى ستريت. فلو هو كان كبير والبوردرز بقت كونفكس كده تعرف ان دي ثايمس مش طبيعيه. وان هي احنا شخصيا لو العيان بيعمل سي تي وهو مش معروف ان عنده يعني لمفوما مثلا او اي حاجه من الباثولوجيز ديت، بنكتب prominent thymus ونسكت. لكن لو هو عنده لمفوما اقول الثايمس ديت is involved by lymphoma most likely. And this is an adult case with a thymic tumor اللي هو موجود في الاناتوميك سايت of the thymic gland which represents a thymoma. برضه نفس الحكايه، ده بالصبغه وده من غير صبغه thymic tumor. And this is a case of invasive thymoma. عرفت ازاي؟ علشان invasion of the superior vinicate. وديت الصورة النورمال، ده الاسندنج اورتا وده الديسندنج اورتا وده السوبيريور فينيكيفا نورمالي. وهنا you see the thymic mass and you see that the thymic tumor has invaded the superior vinicava. This is the ascending aorta والديسندنج اورتا. And this is invasive thymoma involving the superior vinicava. دي سايموما، شايف طبعا soft tissue mass هنا anterior to the aortic arch في العيان ده عنده 63 سنة وده عيان عنده 33 سنة وعنده سايموما وده واحد ثالث وعنده سايموما. These are different cases of thymic tumors. ده عيان عنده 3 سنين وعنده this appearance of the thymus. وبعدين the scans of the neck showed bulky lymph nodes on the right side. وبعدين lower down in the abdomen there are multiple focal splenic lesions and the liver is enlarged which is diagnostic of lymphoma. نبقى إذا ده lymphoma عشان splenic focal lesions في المقام الأول lymphoma ومعها metastatic lymph nodes أو lymphomatous nodes في النك، يبقى thymus ديت is also affected by lymphoma. الليمفوما والثايمس، ازاي تفرق ما بين الليمفوما والثايموما في الناس اللي هم الكبار او الصغار؟ انت عارف طبعا القاعده الاساسيه اللي هي the floating vessel sign، ان الفيسلز ار فلوتنج within the lymphoma and they are compressed by the thymoma. فلما تلاقي الفيسلز معديه كده جوه الماس تعرف ان this is lymphoma. لو لقيت الفيسلز كلها compressed ورجعت لورا تعرف ان ديت most likely ايه thymoma. ومع ذلك ديت مش قاعده حاسمه، لان ايه اللي بيخلي الفيسلز تمشي جوه الماس؟ ان الماس از كومبوزد اوف ديفرنت ماسز لازقه في بعض، واحده قدام الفيسل واحده ورا الفيسل، فالفيسل بقى ماشي في النص. لكن الثايمس از ا سنجل ماس كومبريسنج الفيسلز كلها ورا بعضها. ان ذا تشيست اكس راي كل اللي هتقدر تقوله برودنينج اوف ذا سوبيريور ميديستاين، وفي اللاترال فيو سي ان انتيريور ميديستاينال ماس. Then by CT you see a bulky amalgamated lymph node mass في الاناتوميكال سايتس بتاعتها، then you can easily diagnose.
تالت واحد اللي هو الجيرم سيل تيومر او التيراتودرمويد، وهو دايجنوزد باي مينلي باي ذا بريزنس اوف فات. مش مهم الكالسيوم قوي، لكن الفات مهم جدا في التشخيص. ان اف يو دونت سي فات هتبقى المشكله التشخيصيه الى حد ما صعبه شويه. انت لو انت بصيت على الشيست اكس راي دوت، ان يو سي ذس ماس اللي انا هشاور لك عليها دلوقتي كويس، اند ذس ماس زي ما انت شايف كده تكاد تكون ريدي لوسد، يعني الدنسيتي بتاعتها خفيفه جدا جدا، بحيث انك انت شايف من خلالها بعض الحاجات، لان كان سي كالسيوم. Then you may suspect that this mat is composed of fat and the presence of calcium. Then you may suspect ان ده هو تيراتودرمويد. ولكن طبعا التشخيص الاساسي بيعتمد على وجود الكالسيوم بالسيتي. فلو انت شفت مثلا هذا الليجن in the plain x-ray، ماذا تقول؟ ادي soft tissue مثلا opacity او mass، زي لو احنا ماشيين بقى بالقواعد بتاعتنا. This is the mass which is related to the hilum. انا كل اللي مطلوب مني ايه في الماس دهيت؟ ان انا اعرف اذا كانت solid ولا cystic، عشان اقول اذا كانت bronchogenic ولا hydated ولا كلام كده. لكن في اللاترال فيو هتطلع ديت anterior، وده السي تي بتاعها، والسي تي بيوري لك ان الماس is cystic ولكن فيها اجزاء solid وفيها اجزاء فيها fat. And the presence of fat is very important، اهم من الكالسيوم، وده الام ار بتاعه. In the MRI T1 weighted image you see the fat of bright signal. And طبعا الفلويد اللي جوه التيراتودرمويد ممكن يبقى مبيض due to the contents، the protein contents اللي فيه. And the fat in the T2 weighted image is relatively of decreased signal، والفلويد فضل of bright signal نتيجة الهيمرج والبروتين كونتنت و. Then this is a mass in the anterior mediastinum which contains fat and fluid. Then you know that this is the teratodermoid. ودوت بعد لما شالوا التيراتودرمويد. This X-ray بيوري لك إن في ماس كبيرة جدا جدا وليها كومبوننت على الناحية التانية. والتيراتودرمويد مشهور قوي كده إن هو يبقى ليه كومبوننتس on either side of the midline، وناحية منهم تبقى كبيرة وناحية منهم تبقى صغيرة. In the CT scan you see dense linear structures which represent calcium. And in the MRI you see bright signal which represents fat. And the presence of fat and the calcium denotes that this is a teratodermoid. حد هيقول لي طب ايه اللي خلاني انا اقول من الاول ان this is a mediastinal structure، ليه ما اقولش عليه a pulmonary parenchymal lesion؟ نعم. ليه اقول ده ميدياستاينم ما هواش بالمونري؟ ايوه، this is one of the best signs انك انت عندك ليجن معدي الناحيه الثانيه، يبقى هو اوريجينالي عنده فاسيليتي ان هو يمشي كده، يبقى لازم يكون ان ذا ميدياستاينم، فممكن يكبر كده وممكن يكبر كده، فيبقى عنده two components on either side of the midline. طيب then you see this lesion اللي هو موجود في المنطقه ديت كده، which is a big mass وفيها cystic component، وجوه السيست ده في شجره كده اهوت، وبقيه السكان موري لك multiple focal pulmonary lesions representing metastasis. الكور ديت اللي في اللنج سواء في history او مفيش history they should represent metastatic deposits. يبقى اذا الكوبه اللي انت شايفها دي لازم تكون malignant، صح؟ لان هي اللي عامله الميتاستاسيس ديت. كويس. If this lesion is a pulmonary parenchymal lesion it should represent a bronchogenic carcinoma. And if it is a mediastinal pathology لازم تنقي واحد من الثلاثه اللي ممكن يبقوا كده، لان ده is an anterior mediastinal، يعني يا اما thyroid يا اما thymus يا اما teratodermoid. فهو ثايرويد مش هينفع لانه ملوش كونتينيويشن مع الثايرويد، والدنسيتي بتاعته مش شبه الثايرويد. هيتبقى لك السايموس والتيراتودرمويد. دايما لما تلاقي الماس فيها سيستيك كومبوننت which is cystic، ما هوش نتيجه النكروزس ولا البريك داون ولا الكلام دوت، then you know that this is a teratoma، ما هياش ايه؟ ما هياش سايموما. وايه اللي عرفك ان ده سيستيك مش بتاع البريك داون؟ ان ليه وول وليه حدود وليه معروف المعنى.
بالرغم من عدم وجود الفات ولا الكالسيوم في هذا، ولكنك you can suspect by the presence of this well-defined cystic component in the tumor. Then this is the difference between the cymoma and the lymphoma in the same situation. In the lymphoma, you see the vessels floating within the lymphomatous mass, while in the cymoma, you see the vessels compressed posteriorly by the tumor. ومع ذلك في كل الأحوال ديت we have to have a biopsy علشان to confirm the diagnosis. نيجي بعد كده إلى الميدل ميديستينم. احنا خلصنا الانتيري ميديستينم بالثلاثة السبتين اللي فيها اللي هم الهيرنيا والسيست والليمف نود، والثلاثة اللي هم إضافي اللي هم the thymoma, the thymic tumors, the teratoma and the مين؟ تيرويد ريتروستينال تيرويد. Then you came to the middle mediastinum and the middle mediastinum فيها cyst اللي هو البرونكوجينيك، وفيها هيرنيا اللي هي الهايتس، وفيها ليمف نودز اللي احنا قلناها، والليمف نودز طبعا بتوع كل حاجه الليمفوما و اوكي. لكن بقيه الحاجات ار فاسكولار ليجنز اللي هم ليجنز طالعه من الاورطة، وليجنز طالعه من البلمونري، وليجن طالعه من الفينز. ففاكر انت الحاله دي؟ مش انا وريتها لك في الاول وانت قلت عليها ايه؟ ليمفوما، قلت عليها ليمفوما صح؟ ورجعت في كلامك؟ قلت نيوروجينيك؟ طيب كويس خلاص. فاكر انت الساين اللي هي يقول لك تيجي على الوول بتاع الاورطه وتمشي بالالم؟ اذا عرفت تكمل يبقى الليجن ده مش اورطك، اذا وقفت يبقى اورطك صح؟ اسمها ايه؟ مين؟ لا مش سيلويت، لا مش سيلويت ديت. لو انت جيت هنا لان ادي الارش اوف ذا اورطه وبعدين كملت كده على الارش اوف ذا اورطه ونزلت كده، يبقى الماس دي مش طالعه من الاورطه. لكن لما تيجي هنا على الارش اوف ذا اورطه وتكمل هتلاقيك مشيت مع الماس كده لبره، يبقى اذا الماس ديت ممكن تكون طالعه من الاورطه. بص الليجن دوت كده ان ذا شيست اكس راي، ايه رايك في الموضوع دوت؟ واضح جدا صح؟ بس عشان السي تي طلع معاه، لو ما كانش طلع معاه السي تي نقعد بقى ايه مش عارف ايه وهولتك الليمفوما والكلام. المهم this is the arch of the aorta and you cannot see the arch of the aorta الحقيقي اللي انت عارفه في وسط البتاع ده، يبقى ده طالع منه and this is aneurysm of the arch of the aorta. والانيوريزم زي ما احنا اتفقنا the patent lumen shows contrast، ده الثرومبوز لليومن ما بيبقاش فيه سبب. And this is the rest of the scan where you can see an intimal flap in the descending aorta. Yes. يبقى إذا ده كله على بعضه كده the sectioning aortic aneurysm involving the arch and the descending aorta. هنا ده superior vena cava وده المفروض ال ascending aorta والarch وده descending aorta. هذه الصوره اللي هي كورسبوندنج لدي، ده السوبيريور فينا كيفا، ده الاسيندنج اورطا وده الديسيندنج اورطا. ايه اللي حصل في الاسيندنج اورطا؟ انه بقى كده كده، يعني ايه؟ يعني انيوريزم، انيوريزم ان ذا اسيندنج اورطا ويز ميورال ثرومبس اللي هي متشاور عليها بالسهم. ده اللي انا وريته لك برده، ذا اسيندنج اورطا از انيوريزمالي دايليتد وما فيهوش ثرومبس، كله بيتنت ليومن زي ما انت شايف كده. And the diameter is more than 4 centimeter. يبقى معنى كده ان هو وده MR geography sagittal image عشان يوري لك the dilatation of the ascending aorta. لما يكون في intimal flap within the aorta then you are dealing with dissection. وكل طبعا كل الناس بيقعد يقول لك فين الفولس اليومن وفين البيتنت اليومن والكلام ده كله. عادة الفولس اليومن حاجات فيه هو اللي أكبر واليومن لا مش شرط. اما الحاجه اللي ثابته لحد دلوقتي ان الفولس اليومن از بوستر لاترال تو ذا تروليوم، دي الحاجه اللي هي موجوده في كل الكتب. لكن لو انت بصيت مثلا على الاورطه ده فين الفولس اليومن من التروليومن؟ ها مش اللي عامله زي اللمبه ديت، هي دي الانتمال فلاب صح مظبوط. طيب اللي جوه الانتما هو الترو ولا الفولس؟ الترو الترو، واللي بره الانتما هو the false lumen and there is no thrombus. عادة الترو الفولس هو اللي
يعني قصدي على الاقل يشوف فيهم اكبر ويضغط. طب بص، طب بص، ايه رايك هنا؟ فين الترو من الفولس؟ هنا فين؟ ها ده ترو وده الفولس. ده الفولس لان ده البوستر لاترال تو ذا تو ذا ترو اليومن. هنا هو فين الترو فين الفولس؟ ده نفس الحكايه، ده الترو وده الفولس. كويس. فهي القاعده بتاعت ان ده اكبر او اصغر بتبقى صعبه. المهم ان احنا نشخص ديسكشن بس وبعدين ايه يصير خير. طيب هو يمكن ده تظبطه حتى بالانتر والاكزت، لو تدور الانتر والاكزت انت تعرف. انا بس لو انت عندك السيريز كلها او لو عندك ريكونستراكتد ايمجز هيبقى اسهل. طيب and this is الاورطه هنا is markedly dilated and tortuous، رايح جاي كده. وفي الـ في السي تي ادي الديسندنج اورطه بقى كبير جدا وبقى فيه انتمال فلاب، وتحت شويه بقى نايم بالعرض كده وبقى فيه برضو انتمال فلاب وفي ميورس رومبس وفي بيتنت ليوم. يبقى ده انيوريزم اوف ذا ديسندنج اورطه وفي بارشال ثروموزس وفي ديسكشن. وده ريكونستركتد ايمج بتاعته بالسي تي، يو سي ذا انتمال فلاب and you see the aneurysm and you see also the thrombus موجود. And here you can see down in the abdomen the intimal flap اهي and the aneurysmally dilated aorta. يبقى في الميدل ميديستاينم كل الحاجات اللي موجوده ار فاسكيل. ممكن تحط عليهم الانيوريزمز بتاعت البلمونري ارتري في العيانين اللي عندهم بيست، وممكن تحط عليهم البلمونري امبوليزم، وممكن تحط عليهم البلمونري ارتري لايو مايو ساركوما اللي احنا جبنا سيرتها قبل كده. نيجي بقى للبوستيري ميديستاينم. في البوستيري ميديستاينم عندك ثلاث حاجات اللي هما ذا سيست ذا هيرنيا اند ذا ليمف نودز زائد اوسوفاجيال ليجنز زائد فيرتبرال ليجنز زائد نيوروجينيك تيومرز. هما دولت الثلاثه الاضافيين. الاوسوفاجيال ليجنز سهلين لان this is a mass which is circumferentially surrounding the esophageal lumen. يعني معنى كده ان this is cancer esophagus in the posterior mediastinum. ده ما بتلاقيش فيه صعوبة جامدة في التشخيص، لكن زي ما انت عارف we do not usually perform CT for cases of esophageal cancer. يا اما بيعمل باريوم يا اما بيعمل منظار. And this is a classic case of esophageal cancer في واحد عنده 36 سنة. And this is the tumor, this is the esophagus which is contained within the neoplastic mass. Another case of esophageal cancer. السهم دوت بيشاور على ان الكانسر is invading the left atrium، ودي اقرب chamber للاسفجس على الاطلاق زي ما انتم فاكرين، وبالتالي كان invade the left atrium. وانت بالسي تي ما بتقدرش تبقى متاكد 100%، في الام ار سهل قوي عليك انك تقول الليفت اتريوم انفيدد او الاورطه از انفيد. كل الحاجات اللي هي بتاعت السباين ان شاء الله هنناقشها في السباين. واشهر حاجه بتعمل بوستير ميديستاينال ماس طالعه من السباين هي البوتس ابسس. فتلاقي العيان عنده تي بي وعنده خراج كبير قوي كده هوت ريليتد تو ذا فيرتيبرا. اللي بيعرفك ان دوت تبركلس ابسس هو ذا ديستركتيف تشينجز ان ذا فيرتيبرا از ويل از ان ذا ديسك سبيسز. زي ما انا كاتب هنا ممكن يكون ده تبركلس او فانجس او بايوجينيك، ولكن زي ما انت عارف ان هو في الغالب بيكون اوف تبركلس نيتشر. وعشان احنا بس اتعودنا على كده في كل العيانين اللي عندهم سبوندلايتس يعني انفكشن اوف ذا سباين وي يوجوالي دايجنوز ان هو تي بي، سبيشالي لو كان عنده ابسس كبير جنب الفرتبرا افكتنج المسلز اللي موجوده. بس انا اي هاف سين ا كيس واعتقد ان الحكايه ديت متكرره. العيان كده وخدنا منه سامبل علشان نعمل له كالتشر وحاجات زي كده ونشوف فعلا اذا كان توبركلس ولا لا، وعقبال ما تطلع السامبل ادوله انتي توبركلس تريتمنت والعيان ما اتحسنش. ولما طلعت الكالتشر طلع الاورجانيزم ستافيلوكوكاي وخد حقنتين بس بنسلين وخف تماما من غير ما تعمل له درينج من غير ما تعمل له اي حاجه. فاحنا اور امبريشن دايما على الحاجات اللي في السباين ان هي جرانيولوماتس يعني سبيشالي تي بي، لا
لكن consider ان في بعض الحاجات ديت بتبقى non specific infection وبتبقى محتاجة يعني simple maneuvers. ده برضو very big abscess in the posterior mediastinum وفي air fluid level، وزي ما انت شايف بقى اللانج اللي حواليه فيها مشاكل كتيرة وكده. and if you look carefully to the vertebrae you will see the erosions اللي موجودة فيها. تيجي بقى للنيروجينيك تيومرز، ودولت اكتر حاجة على الاطلاق بتتلخبط في البروكوجينيك. ليه؟ لانك انت لو بصيت على الفيلم زي كده مش هتقدر تقول ان ده posterior mediastinal tube، ولكن هتقول عليه pulmonary parenchymal lesion الا اذا في بعض الحاجات المعينة. بس انا عاوزك تبص على حاجة من الحاجات اللي هي ممكن تساعدك في التشخيص. ايه الفرق بين الليجن اللي فوق والليجن اللي تحت؟ البوردر، البوردر اوف ذا ليجن. The border of the neurogenic tumors are benign lesions and they should have a smooth border. لكن البرونكوجينيك كارسينوما is a malignant lesion. حتى لو ما كانش فيها speculations فالبوردر بتاعها مش smooth. فديت واحدة من الايه؟ من الحاجات اللي هتساعدك في التفريق، وبعد كده اقول لك الباقي. Then if you look to this lesion which is located in the posterior aspect of the chest, it may represent a neurogenic tumor or may represent a bronchogenic carcinoma, then you should have a biopsy من الليجن دوت علشان تفرق ما بين الاثنين. ولكن اذا لقيت التيومر extending inside the spinal canal and it has another component within the spinal canal which is known as the dumbbell configuration, then it is easy to say that this is a neurogenic tumor. And this is the difference between the neurogenic tumor and the bronchogenic carcinoma, تقريبا of the same size. ديت في الـ upper lobe بتاع الـ right lung، ودي في الـ lower lobe بتاع الـ left lung. And they look to the surface of the tumor سواء في الـ mediastinal window أو في الـ lung window and look to the surface of the tumor هنا هو. It is easy to say that this is very smooth وده هوت ما هواش smooth. ومع ذلك ممكن بعض التيومرز النيوروجينيك يبقى السيرفس بتاعها ريجولار، وممكن البرونكوجينيك كارسينوما يبقى السيرفس بتاعها سموث، واقول لك تعمل ايه في الموضوع ده. ليجنز ميميكينج ميدياستاينال ماسز، ايه اكتر ليجن في اللونج ممكن يشبه الميدياستاينال تيومر؟ هو البرونكوجينيك كارسينوما، مفيش حاجه تانية ولا في؟ قول هو ايه الليجنز اللي في اللنج الاول؟ ديفيوز وفوكل، خلاص؟ الديفيوز خلاص ما فيش ولا واحد فيهم من يستاهل. الفوكل، الفوكل النوديولز ما فيهاش مشكله، الماسز بس هي اللي فيها مشكله لان الباتشز مالهاش دعوه والكافيتز مالهاش دعوه، صح؟ مين اللي في الماسز هو اللي عامل المشكله؟ البرونكوجينيك، لان الهايلايتد مالوش دعوه والميتاستاسز مالهاش دعوه، صح؟ صح ولا ايه؟ طيب ما تقول. ماشي. طيب انت تقول على الليجن ده ميدياستاينال تيومر ولا بروكوجينيك كارسينوما انفيدنج ذا ميدياستاينم؟ قول بمزاجك يعني، ما تجاملنيش، قول انا شايف ان ده ميدياستاينال تيومر، قول. يعني انت شايف ان هو ميدياستاينال تيومر، صح؟ مظبوط. طيب عايز تشوف لونج ويندو؟ بون ويندو؟ انا مش شايف، ما بتطلعش فيه. طيب خلينا ايه نمسك في دوت كده. انت قلت ده ميدياستاينال تيومر، صح؟ طيب انهي ميدياستاينم؟ لا بص، انهي ميدياستاينم فيهم؟ انتيريور ميدل ولا بوستيريور؟ دي اول حاجه بتقول لك ان ده مش ميدياستاينم، خلاص؟ انك انت you cannot locate the site of the lesion to a certain mediastinum، صح؟ دي اول حاجه. تاني حاجه لو كان ده ميدل ميدياستاينم، كل الميدل ميدياستاينال ليجنز ار فاسكولار، ما فهمش ولا واحد كده، صح؟ لو كان posterior mediastinum فالحاجة الوحيدة اللي هتتلخبط فيه هو
in your genetium. صح كده؟ صح خلاص؟ طيب دوت ايه؟ لا يعني ده ميديستاينال ولا لانك؟ خلينا موافقين ما فيهوش مشاكل. ده لانك. طيب نيجي هنا، ده ميديستاينال ولا لانك؟ قول براحتك. ماشي، مين قال ميديستاينال؟ كويس، ده ميديستاينال تيومر. ويتش ميديستاينم؟ لو بص اول ما تلاقي نفسك مش عارف تلوكيت الليجن تعرف ان هو مش ميديستاينم دي على طول. طيب احنا هنقول ده انتيريور ميديستاينم، يبقى انهي واحد فيهم؟ ولا ثايرويد ولا تيراتودرمويد والساي ولا سايمس، مش موجود في مكان السايمس. السايمس راكب على الارش اوف ذا اورتو صح؟ ولا الليمفوما، يعني الليمفوما ليها علاقه بالفيسلز. وليه البري فاسكر الليمف نودز بس لوحدها هي اللي انلارجد وبقيه الليمف نودز الثانيه مش انلارجد صح؟ يبقى في الاخر خالص هتقول ان هو ايه؟ لانج. طيب دوت ميديستاينال ولا لانج؟ لانج. ده برونكوجينيك انفيدنج ذا بالمونري ارتري، وده لانج برضه برونكوجينيك انفيدنج ذا بالمونري ارتري. طيب ده عيان عنده 69، انا هاجي لك في الاخر خالص مش هسيبك كده. ده عيان عنده 69 سنه وعنده ليجن هنا خلاص. ايه رايك في الليجن ده؟ طيب لو كان ميديستاينال هيبقى ايه؟ ولو كان لانجا هيبقى ايه؟ ما لازم يكون ليك راي قبل السي تي، مش كل حاجه تفط على السي تي على طول. نعم، مش عارف اذا كان في لاترال ولا لا، فافرض ان في لاترال هتعمل ايه؟ هتشوف هو طلع قدامه اكستنشن لفوق، باين من هنا ان مفيش صح؟ باين مفيش. طيب يبقى انت دلوقتي هتقول ان في الماس دي ويل ديفايند ولا ايه اللي ديفايند؟ ريلاتيفلي ويل، يعني بوردر ويل والتاني لا صح كده؟ يبقى انت لما تيجي توصف ده هتقول ان في هنا هو ريلاتيفلي ويل ديفايند سوفت تيشو ماس ميجرنج كذا في كذا السين ان ذا ابر اند ميدل لانج زون ميرجنج ميديالي وذ ذا ميديستاين صح كده؟ وان الماس دي ما فيهاش كالسيوم وان هي ما فيهاش ايريز اوف بريك داون وان الابس لاترال دايفرام از نوت اليفيتد خلاص؟ لسه يا بص دي اخطر حاجه في دكاتره الاشعه، يعني الكلينيشنز ماشي هو يعني ما يبص كده روح اعملوا له السي تي، لكن انت لا، انت لازم يكون ليك راي قبل السي تي، يعني شود بروفايد ا ديفرنشال دايجنوزس اللي على اساسه هنعمل العيان ده سي تي. احنا عارفين كلنا ان العيان ده لازم يعمل سي تي لان مشكلته مش محلول صح؟ بس انت لازم يو رايت ريبورت، وحتى لو مش رايت ريبورت هيجي عليك وقت في الامتحان وهتبقى مزنوق ان يو شود بروفايد ا دايجنوز. يعني انت لو حطوا لك الشيست ده كده في الامتحان هتقول لهم اعملوا له سي تي؟ يقول لك طب قول لنا بس كلمتين قبل السي تي وهنوري لك السي تي وكل ما عليه. ده هندسه السي تي سكان. طلع ايه بقى؟ لانج ولا ميديستاينم؟ لانج. لانج يبقى ايه؟ برونكوجينيك كارسينوم، ودوت ايه؟ الليمفنود بتاعت البرونكوجينيك كارسينوم، ودوت ايه؟ بلورال افيوجن بتاع البرونكوجينيك كارسينوم. هنفرض ان واحد من اللي قاعدين مش راضي يقول ان دوت ان هو حاسس ان ده ميديستاينال تيومر خلاص؟ هنقول لك انا هقول بالنيابه عنك انا حاسس ان ده ميديستاينال تيومر، وده يبقى موجود في انهي ميديستاينم؟ الانتيرير. كام واحد في الانتيرير؟ ثلاثة، يا اما ثايرويد يا اما تيراتوديرمويد يا اما ثايموس يا اما ليمفوم. انهي واحد في دول؟ ثايرويد ما هوش مكمل مع الثايرويد من هنا خلاص. تيراتوديرمويد ما فيهوش فات ولا كالسيوم. ثايموس متحول للناحيه الثانيه، الثايموس بيبقى مكان الثايموس يا جماعه
هنا، لازم يكون ليه كومبوننت هنا في الحتة ديت، وبعدين يكبر كده أو يكبر كده. خلاص، دي نقطة مهمة. ومع ذلك هتيجي في الآخر خالص هتلاقي إن في تو ليجنز بس في الميديستاينم هم اللي بيتلخبطوا في البرونكوجينيك كارسينوما، اللي هم السايموس والنيوروجينيك. السايموس والنيوروجينيك هم دولت الحاجتين اللي ممكن يحصل ما بينهم بين البرونكوجينيك كارسينوما اوفرلاب، الباقي لا. الليمفوما بتبقى راكبه على الفيسلز، والتراتوديرمويد بيبقى باين، والثايرويد بتبقى باينه، وكل الحاجات ده هي بتبقى باينه. طيب قول 62 سنه. طيب قول، انا عاوزك بس ايه، انا اعتبارا من المره الجايه هبقى اديلكوا سيشن هاو تو رايت ذا ريبورت بتاع السي تي، ازاي تكتب التقرير، اول سطر ايه وتاني سطر ايه وتالت سطر ايه، علشان ما يبقاش كل همك انك تفط على الفحص اللي بعد منه. قول تقرير هتقوله في الامتحان. مين؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ قول ما تخافش. widening of the superior mediastinum. وبعدين يعني ده عشان ده سكانوجرام وش جست حقيقي. طيب ما الوايدنينج ده بايه يعني؟ بايه الوايدنينج؟ soft tissue mass in the superior mediastinum ما هياش او هي continuous with the neck ولا مش continuous with the neck، والكوستوفلينيك انجل كلير، والكارت شكله عامل ايه؟ مش بطال. اعمل سي تي. ايه هو طلع ماس؟ لا، انكيسمنت معناها ان التيومر محوط الفيسل ده، بس is just compressing the superior vena cava and invading the mediastinum والكارينا، ومعاه سوبرارينال ديبوزيت، يبقى ده برونكوجينيك كارسينوما انفيدنج ذا ميديستاينم ويز سوبرارينال ديبوزيت. وده ده اللانج ويندو اللي انت كنت عايز تشوف، صح؟ مش حد كان طلب لانج ويندو؟ اوكي، ما عليك. طيب نيجي بقى الليجنز اللي كونتيننج فات ان ذا ميديستاينم، اللي هم ميديستاينال لايبوما ولايبوماتوزيس والحاجات ديت. في البلين اكس راي، فاكر انت العيان بتاع امبارح اللي احنا قلنا عليه ده نون هودجكن ليمفوما او هودجكن ليمفوما وطلع ثايرويد، فاكره ولا ايه؟ الدكتور بتاعه قال له اعمل ايكو وطلع الايكو نورمال. طيب ان يو سي هنا هو باي بلين اكس راي يو كانوت ديسكريمينيت الفات كويس، باي سي تي يو كان سي ذا فات، اهو ده كده ودوت الانومينيت فين، وديت الفيسلز اللي طالعه من الاورتيك ارش، وده التراكيه وده الاوسوفيلس. طيب في الام ار ان يو كان سي ذا سيجنال اوف ذا فات لونها برايت في التي 1 فات ان ذا ميدياستاينم، يعني ميدياستاينال لايبوماتوزس، وده ميدياستاينال لايبوماتوزس اللي انا وريته لك في الاول خالص، وده بريكارديال لايبوما صغيره، ودي بريكارديال لايبوما كبيره ومشاور على وان اوف ذا كرونرز ماشي ثرو ذا لايبوما. يبقى خلصت القضيه ديت ان انت عندك ثلاثه ميدياستاين، وكل ميدياستاين فيها سيست وهيرنيا وايه وليمف نود. فالسيست اللي في الانتير ميدياستاين هو البرورو بريكارديال، والنودز اللي موجوده في الميدياستاينم هما ذا ريترو ستيرنال، ذا بري فاسكولار انتيريور تو ذا اورتا، ذا سيركم كاردياك انتيريور تو ذا هارت، ويتش ار باثوجنومونيك اوف نون هوجكن ليمفوما. الهرنيا اللي هي ذا هرنيا او مورجاجني، والثلاثه بيبتدوا بحرف ت، ثايرويد تراتوديرمويد اند سايموس. ان ذا ميدل ميدياستاينم ذا سيست از برونكوجينيك، ذا هرنيا از هياتس، ذا نودز ار اورتيك ويندو، هايلر، كارينال، ريترو كيبل. الماسز كل الماسز اللي في الميدل ميدياستاينم ار فاسكولار، بالمونري انيوريزم، بالمونري امبوليزم، اورتيك انيوريزم، فينوس ثرومبوزس، كلها ار فاسكولار ليجنز. ان ذا بوستيري ميدياستاينم ذا سيست از اوستروفيجيال دوبليكيشن سيست، ذا نودز ار ذا دايجو اوستروفيجيال نودز، ذا هيرنيا از ذا هيرنيا اوف بوكدالك، ذا تيومرز ار نيوروجينيك تيومرز اوستروفيجيال ليجنز اند فيرتيبرال باثولوجي.
there are only two lesions in the mediastinum that can be mistaken for bronchogenic carcinoma. And these are the neurogenic tumor and the thymus. الباقي لا. كل الباقي can differentiated easily. ما عدا الثيمس وما عدا النيوروجينيك تيومر. ممكن تستعين بالسايت وممكن تستعين بشكل البوردرز بتاعت التيومر، ولكن في معظم الاحيان you will go to take a biopsy، لان حتى لو انت عارف ان هي بروكوجينيك كارسينوما فانت برضو هتاخد منها بايوبسي علشان تو نو ايه ذا سيل تايب. اتوب بالله التوفيق.